منتخب مصر بيستعد لماتش موريتانيا الجمعة الجاية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية اللي متصدرين فيها المجموعة برصيد 6 نقط بعد ما فزنا على بوتسوانا وكاب فيردي. منتخب صفوفه مكتملة، بيستعد بكل قوة بقيادة كابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب. طبعا ما ينفعش نتكلم عن المنتخب وما نتكلمش عن نجومنا اللي متألقين في الدوريات الكبرى واللي هيزينوا تشكيلة منتخبنا، منهم طبعا نجمنا المحبوب نجم ليفربول محمد صلاح اللي متألق من بداية الموسم مع فريقه سواء في الدوري الإنجليزي أو في دوري أبطال أوروبا بشكلها الجديد، وبرده اللي متألق بصورة كبيرة جدا نجمنا عمر مرموش طبعا اللي نقدر نقول عليه انه من الافضل الافضل في اوروبا في الموسم ده، يعني هو مكسر الدنيا مع فريقه انترخت فرانكفورت الالماني، مكسر الدنيا عمر مرموش الايام دي لدرجه انه في ماتش بايرن ميونخ الاخير في الدوري كان افضل لاعب وجاب جونين وعمل الهدف الثالث وقدر انه يتعادل مع اكبر فريق في المانيا، او نقدر نقول ان تالقه افشل انطلاق بايرن ميونخ. واللي متابع الدوري الالماني يعرف من هو بايرن ميونخ طبعا اللي كل فرق اوروبا بتخاف منه. عمر مرموش علم عليهم.